في أخبار الاقتصاد افتتحت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه باستقرار متوسط لأسعارها دون تغيير عن أرقام الإغلاق الرسمي يوم أمس. وقال متعاملون في السوق أن أسعار الدولار الأمريكي سجلت استقراراً رغم وجود تباين خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم حيث استقرت أسعار الدولار ليبلغ أعلى سعر للعملة الأمريكية مبلغ 206 جنيهات فيما بلغ أدنى سعر 200 جنيه. وبلغ متوسط سعر الدولار مبلغ 203 جنيهات وهو السعر الاكثر اعتمادا. بدات صباح اليوم بوزاره الماليه ورشه عمل السلام والتنميه وافتتحت اعمالها حيث اعربت وكيله وزاره الماليه امنه بكر لدى مخاطبتها الجلسه الافتتاحيه عن املها ان تخلص ورش العمل من اعداد رؤيه متكامله لتحقيق تنميه متوازنه ومستدامه والخروج من ازمات البلاد الاقتصاديه من اجل بناء الوطن وقالت دكتورة دلال عبد العال عمر الأستاذ المساعد بكلية الإمارات للعلوم والتكنولوجيا في ورقتها عن دور القطاع الاقتصادي في التنمية المحلية قالت إن دور القطاع الخاص يجب أن يعتمد على ربط أبعاد التنمية بخصائصها حتى يمكنه أن يسهم في العمل على استقرار الجماعات المتضررة بالسكن في المعسكرات وذلك بإعادة تأهيلها قلق المؤشر الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند سبعة عشر فاصل مئة وثمانية وستين فاصلة ستة مئة اثنين وتسعين نقطة وارتفع حجم التداول من ثمانية عشر مليون وخمسمائة وستة وسبعين ألف وستة وتسعين جنيه إلى ثمانية وخمسين مليون واربعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر جنيه بنسبة ارتفاع بلغت مئتين وأربعة عشر بالمئة. انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 186,653 ورقة إلى 105,057 ورقة بنسبة انخفاض بلغت 44%، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 134 إلى 230 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 72%، فيما شهد قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار اليوم استقرار سعر صندوق الأسهم الاستثمارية السادس عند 100.54 جنيه دعا القطاع العام والخاص بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل غير المسجلين للإسراع بتكملة إجراءات تسجيل منشآتهم والعاملين معهم والاتصال بالقرب من أو بأقرب مكتب للقطاع العام والخاص وأكد الصندوق في تصريح بوكالة سودان الأمان تلك الخطوة تأتي حفاظا على حقوق العاملين وتعزيزا لحقوق العمل ووفاء للمادة 43 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعام 2016 الملزمة لكل صاحب عمل غير مسجل بالإسراع في التسجيل كشف الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولى الجدال عن عودة العمل بمجمع الذهب إلى طبيعته وانسياب حركتي البيع والشراء وقال إن الوضع بالعمارة منساب بعد التفتيش الأخير وعدم ثبوت اي معاملات او اجار في العمله مبينا ان سعر جرام الذهب الخام بلغ امس 10800 جنيه اما المشغول 12500 الى 13000 جنيه وتوقع الجدال ان تشهد الايام المقبله طرح الذهب الخام للاسواق من مناطق التعدين وشدد على ضروره توضيح الحكومه لاوضاع الصادر وتعديل المنشور أكد عدد من أصحاب الشركات تسبب ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة في الارتفاع في أسعار الأسمدة إضافة إلى إحجام التجار عن البيع مشيرا إلى أو مشيرين إلى أن هذه الزيادة قد تؤثر في حدوث عجز في الموسم الشتوي القادم إضافة إلى حدوث ندرة في حال عدم استيراد الدولة للأسمدة وأكد عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناجل عثمان إبراهيم أن زراعة مواقيت ومدخلات وتقانة وضاف قائلا الآن التجار وشركات الأسمدة عزفوا عن البيع وهناك شركات أخرى رفعت الأسعار بشكل كبير بحجة التدهور في العملة المحلية أمام الدولار وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على تمويل المشروع المقدم من السودان والخاص بالقطاع الزراعي المطري بمبلغ 25 مليون دولار لأهميته في تعزيز الأمن الغذائي ودعم صادر السودان وإحداث التنمية خاصة في الريف حيث يهدف المشروع لمعالجة الاشكالات التي ظل يعاني منها هذا القطاع وانعكست سلبا على المجتمعات المعتمدة عليه بسبب الجفاف وتداعيات تغير المناخ وهو يدعم صغار المزارعين والرعاة ويحسن من سبل كسب العيش التقليدية ويعزز كذلك دور الإدارة الأهلية في مناطق عمله وجه وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس دول بيت عبد الرحمن منصور بإجراء دراسات متعمقة وتقديم حلول فنيه عمليه لتخفيف من اثار الفيضان وبحث الوكيل في اجتماع موسع صباح اليوم مع مديري الادارات العامه لوزاره الري والموارد المائيه بحث تفاصيل خطه الوزاره الاسعافيه بالتركيز على كيفيه درء اثار الفيضانات حيث ان وارد النيل في الخرطوم اكثر من تصريف خزان الرصيرس مما يعني ان هناك اضافه كبيره للخيران والادويه او الاوديه اضافه لما يوجد خلف خزان الروسيرس وسنار أعلنت المديرة العامة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة نادية أحمد التهامي عن خطتها لإنشاء محفظة استثمارية لشراء سلع الاستهلاكية وحصر المصانع المتوقفة وتنشيط دور الجمعيات التعاونية وتفعيل القوانين لمواكبة متطلبات المرحلة وأكدت عقب إجراءات التسليم والتسلم بينها والأستاذ إخلاص حسين المدير العام السابق للوزارة اليوم أكدت أن تحقيق ولاية المالية على المال العام من المرتكزات الأساسية للعمل المالي في الولاية انعقدت بقاعة فندق سان ويب الأبيض ورشة تقييم الشراكة بين برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود وبنك الإبداع لتمويل الأصغر تحت شعار معا من أجل استدامة خدمات التمويل الأصغر واشاد المهندس اسامه النعيمه ممثل وزاره الانتاج والموارد الاقتصاديه بدور البرنامج في تنفيذ الانشطه في مجال الثروه الحيوانيه والتنميه المجتمعيه داعيا الى استهداف المجتمعات المحليه من خلال مراكز الخدمات لصغار المزارعين، خاصه بدايه الموسم الزراعي بالريف لتحقيق الاستدامه بعد نهايه البرنامج. اكد دكتور عبد الله ادريس الكينان الجزيره لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم عادل فضل الله. مدير عام مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والأدوار ووجه بضرورة خلق شركات وتبني سياسات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنفاذ المشاريع الاستثمارية ذات الأرباح السريعة من جانبه أعلن عادل فضل الله مدير المؤسسة عن استقطاب تمويل بلغ 118 مليون جنيه وأكد أن خططهم تستهدف زراعة 30 ألف فدان من القمح في العروة الشتوية اتفقت الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان على تذليل جميع العقبات التي تعترض التكامل الاقتصادي بين الدولتين وذلك خلال مؤتمر صحفي عق... أو عقدته وزيره الماليه المكلفه دكتور هبه محمد علي بفندق بيراميد في العاصمه الجنوب السودانيه جوبا وقالت هبه انها تلقت او التقت وزير ماليه جمهوريه جنوب السودان السيد سلفادور جرانج وتناول اللقاء اهم القضايا التي تهم شعبي البلدين وكان النقاش حول مقومات التكامل الاقتصادي والتعاون وكيفيه تخطي العقبات في ذات السياق التقى وزير الطاقة والتعديل المكلف المهندس خيري عبد الرحمن نظيره وزير البترول بدولة جنوب السودان غوتغان وقال خيري إنهما راجعا معا الملفات المشتركة بين الدولتين والتحديات التي تواجه البلدين في مجال النفط وفي مسائل زيادة الانتاج وتوفير مدخلات الانتاج بين الطرفين هذا وتتوافر فرص كبيره لنجاح وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين هذه المره حيث انها تاتي مترافقه ومتزامنه مع اجواء سياسيه ايجابيه بعد توقيع اتفاق سلام بين الحكومه الانتقاليه والجبهه الثوريه برعايه جنوب السودان في جوبا. خطت الأمنيات عتبة التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان إلى آفاق أرحب هي آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين الجارين، مدفوعة بالاتفاق بين الحكومة الانتقالية وبعض فصائل الجبهة الثورية الذي رعته حكومة جنوب السودان. ففي اجتماعات مشتركة سبقت التوقيع اتفق الجانبان على تذليل كل العقبات التي تعترض التكامل الاقتصادي. الذي هو آخر مراحل التعاون الاقتصادي الثنائي أو الجماعي بين الدول، يبدأ التكامل الاقتصادي بمرحلة التجارة التفضيلية، ثم مرحلة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم السوق المشتركة، وأخيرا تحقيق التكامل الاقتصادي، وفي حالة البلدين يأخذ هذا الأمر بعدا استراتيجيا مهما، فالبلدان يعانيان من أوضاع اقتصادية صعبة ومعقدة. مع التشابه الكبير في الظروف والاسباب لكنه ليس امرا ميسورا يكتفي باعلان حسن النوايا بل يقتضي توفر جمله شروط لكن اهمها بالضروره توفر الاراده السياسيه في البلدين والوعي باهميه التعاون المثمر والخلاق لما فيه مصلحه البلدين فالاساس الذي ينبني عليه راسخ وامتنه القرب الجغرافي ما يجعل الجنوب المحروم من الموانئ يعتمد على أكثر من خمسين سلعة غذائية في عملية التبادل التجاري بين البلدين سهل ذلك الأمر توفر وسائل النقل بشكل معقول ورخيص وكانت دراسات نشرت في وقت سابق أشارت إلى إمكانية تحقيق أكثر من ملياري دولار سنويا من التجارة الحدودية بين البلدين مع فرص زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 80% وامتصاص البطالة وبالنهاية عاش الاقتصاد ولا يخفى أن ثمة مصالح مشتركة ورابط يصعب قطعه متمثلا في الأنبوب الذي يغذي الاقتصاد الجنوبي بشكل شبه كامل ومنشآت نفطية يقوم معظمها في الشق الشمالي من السودان المنقسم ما جعل هذا الملف المهم والآخر حاضرا في الاجتماع المشترك بهذه الوضعية يمكنه أن يقود قاطرة التعاون والشراكة إلى فضاء التكامل الاقتصادي المشهود بين البلدين الجارين اهلا بكم مشاهدينا وللمزيد حول هذا الموضوع قضيه التعاون بين الخرطوم وجوبا في ملف الاقتصاد اليوم من الحدث الاقتصادي اسعد جدا ان اناقش هذا الملف وارحب بضيفي داخل الاستوديو الدكتور عصام علي الخبير الاقتصادي اهلا بك دكتور اهلا بك بدايه يعني الى اي مدى يمكن ان نقول ان الخرطوم وجوبا الان في فرصه كبيره لاغتنام هذا التقارب السياسي بتتويجه ليصبح توافق اقتصادي وتقارب اقتصادي في المقام الاول البلدين سواء كان تكلمنا عن السودان او جنوب السودان يعني يمتلكان كل مقومات التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي وغيره باعتبار ان في الاساس هو الشعب هو كان شعب واحد الى عهد غريب وان كان احترمنا راي اخوتنا في الجنوب في المساله بتاعه الانفصال ولكن يظل انه نحن الان بيناتنا مصالح مشتركه آه، هذه المصالح يمكن ان تغوط في المرحله القادمه الى تكامل اقتصادي تكامل سياسي يعود بالمنفعه الى 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 الشعبين آه، نعتقد انهم هم احوج الى المرحله بتاعه التكامل الاقتصادي في 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 المرحله الراهنه نعم السؤال الذي يعني عاده يكون حاضرا هل تحتاج علاقات الخرطوم وجوبا فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي لتوافق سياسي هو ما حدث مؤخرا ام ان التوافق موجود لكن ما يعيق هذه الشراكه الاقتصاديه المنشوده هي عوائق حقيقيه من ناحيه الامكانيات ومن ناحيه موارد ومعيقات حقيقيه على ارض الواقع لا انا اعتقد انه الموارد هي اصلا موجوده مقاومه التكامل الاقتصادي الان موجوده بين البلدين، نحن مش حوجه الى نحن الحوجه الاساسيه كانت الى اراده سياسيه، مم. كنا محتاجين لهذه الاراده، الان الاراده توفرت كانت ل... يعني حول حتى دوله الجنوب محتاجه الى مزيد من الاستقرار بعد فتره بتاعت حرب داخليه طويله، الان افتكر انه الوضع في جنوب السودان يعني اكثر ملائمه لاقامه هذا التكامل، الواقع في شمال في حكو... في في لدوله السودان ايضا احوج الى هذا التكامل لانه التكامل يعني حيفتح الباب للسودان يعني لمزيد من التبادل التجاري، مزيد من تبادل السلع، تنشيط التجاره الحدوديه، تعديل الخلل الحاصل في الميزان التجاري لمصلحه شعب السودان، حتى انه لما نتحدث عن التجاره الحدوديه ما بين الشمال والجنوب بنفتكر انه يعني يعني لا 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 نعم. المواصفات والمعايير المحتاج لها جنوب السودان اقل. ما كنت اود ان اسال عنه، فيما يتعلق ب نموذج الشراكة بين البلدين والتكامل الاقتصادي المنشود اهم العناصر هو ملف التجارة الحدودية بين البلدين ما الذي يعيق هذا الملف حتى تصبح التجارة الحدودية بين الخرطوم وجوبا مفعلة الى اقصى درجه ممكنه للبلدين ان يتم الاستفاده منها؟ هي زي ما ذكرت لك هي الاراده فقط ليس الا. <applause> الان بعد الاستقرار الحصل النسبي الحصل في الجنوب الان يمكن ان تنشط هذه التجاره الحدوديه، ممكن ان تعدل زي ما ذكرت لك الميزان التجاري لمصلحه دوله السودان، الان ما في ما يعيق هذه التجاره وممكن الناس تمشي الى مراحل متقدمه لانشاء منطقه حره بين بين الدولتين، انا اعتقد انه الاراده الان توفرت بشكل اكبر لانه العائق الاساسيه كانت المساله بتاعة الاراده والان هي متوفره وبالتالي مساله التكامل الاقتصادي انا افتكر انها غاب غوصين وادنى اذا مشينا بنفس الحاله وهذه الوتيره بتاعت الاراده السياسيه امثله لما يمكن ان يعني نفعل به التجاره الحدوديه بين الخرطوم وجوبا على ارض الواقع فيما يتعلق بقطاعات الانتاج في البلدين نحن حقيقه محتاجين من خلال هذه من خلال هذا التكامل انه نشجع كل القطاعات سواء كانت القطاعات الانتاجيه لانه اصلا اذا تحدثنا عن التسويق بنفتكر انه التسويق هو اهم حلقه من حلقات الانتاج وبالتالي يعني ممكن نلقى الموارد السودانيه المنتجه داخليا سوق في 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 دوله جنوب السودان وبالتالي يشجع الانتاج ويزيد يزيد الارباح على المنتجين اضف الى ذلك هي نفس نفس الحاله بتاعت التكامل يمكن ان نشجع حركه النقل بين 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 الدولتين يمكن ان يشجع حتى مساله عيد مساله النقل النهري اللي توقف لفتره طويله وتنشط الحركه تحت النقل النهري ما بين كوستي وميديكال كانت موجوده لعهد غريب وبالتالي من خلال التكامل يمكن ان يعني يعني نضرب اكثر من عصفور بحجر ممكن نشجع الانتاج ممكن نشجع التسويق ممكن نشجع النقل ممكن نشجع كل القطاعات اللي ممكن يعني تعود بالفائده الاقتصاديه لدوله جنوب السودان ودوله شمال السودان نعم والسؤال الذي يعني يصفه البعض بانه هو يعني مربط الفرس في هذه النقطه تحديدا يعاني البلدان من ضعف الامكانيات والبنى التحتيه فيما يتعلق بالانتاج بصفه عامه وتفعيل دور الانتاج ومساهمته في الاقتصاد الوطني في كلا البلدين، كيف يمكن ان نصل الى مرحله دمج الاقتصادين والاستفاده من المزايا الموجوده في كل من الخرطوم وجوبه على ارض الواقع؟ يمكن ان نستفيد من المزايا من خلال يعني تعدد مصادر التمويل لقطاع الانتاج باعتبار انه الانتاج في البلدين محتاج الى 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 تمويل طويل الامد على اساس انه يعني يقف على رجلين ويقدر ياتي بالاكل بتاعه محتاجين احنا نفعل يعني تفاصيل كثيره ممكن تفيد يعني الجانب 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 الاقتصادي فعلا هنالك يعني شح بالانتاج حاصل في دوله شمال السودان ودوله دوله السودان ودوله جنوب السودان ولكن بمزيد من من الاراده بمزيد من 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 البحث عن مصادر تمويل حقيقيه ممكن الناس تصل لانتاج غزير وانتاج وفير يلقى يعني يحصل التبادل السلعي في 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 دولتين نعم. في في في, نعم, في نعم. لا شك ان كلا البلدين يعني يحتاج الاخر في تفاصيل معينه لكن ميناء بورسودان يمكن ان يكون منصه لانتاج غزير لجنوب السودان فيما يتعلق بالمنتجات المختلفه وحتى تصدير المواد المختلفه، كيف يمكن للسودان ان يستفيد كونه معبر لجنوب السودان عبر هذا الميناء بتشجيع الانتاج في الجنوب وكذلك تحقيق فوائد من ما يمكن تحقيقه من جنوب السودان. نعم حقيقه هو جنوب السودان يعني محتاج حقيقه لميناء السودان باعتبار انه هو الثقر بتاع الدولتين الى العالم الخارجي. انا في تقديري انه مرور حركه البضائع عبر ميناء بحر السودان او ميناء سواكن يمكن ان يدعم الانتاج في جنوب السودان بشكل افضل ويمكن ان تنفذ البضائع تنفذ السلع الجنوب السودانيه الى العالم الخارجي وبالتالي يمكن ان تستفيد الدولتين سواء كان من العبور والترانسيت او 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 من خلال التسويق الممكن يتم للمنتجات لدوله جنوب السودان في الخارج وبالتالي يمكن ان يشجع الانتاج بشكل اخر لدوله جنوب السودان في نفس اللحظه اللي ممكن يستفيد منها دوله السودان السودان من خلال الحركة بتاعة العبور سواء كان للبضايع السلع أو حتى عبور النفط اللي توقف لفترة طويلة جدا وممكن أن يأتي ب... نعم يعني بمزيد من فيما يتعلق بالنفط كيف يمكن للسودان وجنوب السودان أن يعززا من إنتاجهما النفطي بشراكة يمكن أن تكون نموذج على مستوى الإقليم الفرص ما هي المعوقات التي تقف فيما يتعلق بإنتاج النفط تحديدًا؟ هو حقيقة الإنتاج النفطي في في جنوب السودان يعني نقدر نقول إنه هو إنتاج متقدم في إنتاجية وتوقف لسبب محدد هو لظروف أمنية في جنوب السودان أو تدنى لهذه الظروف الأمنية وبالتالي الآن المعوقات أنا أفتكر إنه هي يعني يعني أزيلت بشكل كامل الآن ممكن لجنوب السودان وممكن لشمال السودان أن يتوسعا في صناعه النفط بالحركه بتاع التكامل مع بعض وبالتالي ما افتكر انه هنالك ما يمكن ان يعيق الانتاج بشكل واضح وصريح كل المقاومات بتاعه انتاج النفط الان موجوده والنفط انتاجه محتاج الى حاجتين اساسيتين هو التمويل زائد الاستقرار انا افتكر الان في استقرار نسبي يمكن ان يستفاد منه بالاضافه الى انه نفس الحاله بشكل بتاع فتح شراكات مع دول اجنبيه يمكن ان يعني تؤدي الى توسعه انتاج النفط في هذه الفتره اللي بيعاني منها اقتصاد الدولتين من 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 مشاكل حقيقيه او تعقيدات اقعدت الدول لحد ما. نعم، فعليا وعلى ارض الواقع واخيرا كيف تنظر الى الاليات المشتركه المفعله بين الجانبين ربما نحتاج للجان على على مستوى تبادل زيارات في الفترة المقبلة تنشيط آليات التعاون على أرض الواقع التي يمكن أن تبحث هذه الملفات الاقتصادية وتقدم رؤى وتشرع في تنفيذ الخطط الموضوعة للشراكة والتكامل بين البلدين. هو نحن حقيقة محتاجين إلى مجموعة إجراءات عشان تاتي للنتيجه بشكلها النهائي محتاجين الى لجان وزاريه تنعقد بين الدولتين محتاجين الى لجان فنيه للخبراء الفنيين بحيث انه يزيلوا كثير من من التعقيدات الحاصله محتاجين انه نوقع مزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بحيث انها تكون هي يعني الطاين والخط الممكن يهتدي به الحركه بتاعت الشراكه بين الدولتين في المرحله دي هي مرحله بتاعت مزيد من المباحثات مزيد من الم من التعاون الفني التعاون الفني انا في تقديره يسبق اللجان الوزاريه باعتبار انه التعاون الفني هو البضع يعني العربه امام امام الحصان وبالتالي المساله الانطلاق بتكون اسهل انا برا في المرحله القادمه هي مرحله بتاعه مزيد من اللجان الفنيه تنعقد بحيث انها يعني تقدر تحقق او تضع اللمسات الاخيره للجان الوزاريه بحيث انه اللجان الوزاريه هي منبئه يعني يعني تفعل الاتفاق وتنزل الأرض الواقع بشكل افضل لكن الهم الاكبر والعائق الاكبر يقع على اللجان الفنيه والهمه بان ان تنطلق بمساله الشراكه بين الدولتين الى افاق الحب. نعم وبذلك اشكرك جزيلا الدكتور عصام علي الخبير الاقتصادي على نقاشك معنا ومساهمتك في افاده مهمه عن ملف الحدث الاقتصادي لهذا اليوم وتفاصيل الشراكه التي يمكن عقدها بين الخرطوم وجوبا اقتصاديا وصولا للتكامل الاقتصادي، شكرا على تلبيه الدعوه. شكرا جزيلا شكرا بهذا مشاهدينا انتهت جولتنا في الحدث الاقتصادي من احداث السودان لهذا اليوم عقب الفاصل دائره الحدث وملف جديد مع الزميل نزار بكداوي متابعه طيبه